حماده عايزين نطمن على الفريق قبل مباراه بكره، وكنا سامعين كده ان انتوا يعني بتشتكوا من موضوع السفاره المصريه، ما فيش اهتمام هناك في انجولا. يعني هي بس حاجات، هي حاجات يعني صغيره، بس انت عارف يا كريم ان انت بتبقى جاي هنا يا دوبك، يعني الوقت قصير جدا، بتبقى محتاج كل حاجه تبقى ماشيه زي الساعه. يعني ان احنا ما كانش في حد معانا بصفه مستديمه من السفاره، ده كان ده عمل لنا يعني نوعيه من المشاكل شويه، خصوصا ان هنا يعني 90% من الشعب بيتحدث اللغه البرتغاليه، فطبعا انت يعني اللغه دي صعبه، فكنا محتاجين حد من السفاره ان يبقى نقطه الوصل بيننا وبين الناس هنا. لكن احنا برضو الحاجات دي كلها يعني ما يعني ما اثرتش على تركيزنا ولا حاجه، مالهاش دعوه باللعيبه او بالتدريب، احنا عندنا تدريباتنا، عملنا الاجتماع الفني، وانا النهارده اتكلمت في موضوع ان هم فتحوا الميه على الفرقه وهم في التدريب وشالوا الشبك قبل ما التدريب يخلص، ليه بقى؟ اتكلمنا فيها في الاجتماع. ما اعرفش هم يعني كان ميعاد التدريب خلص قبل ما المخصص التدريب ليكو؟ يخلص. اصل بص يا كابتن، يعني هي قصه مش قصه ميعاد مخصص او مش، ممكن يجي يقولوا يعني انا طبعا ما كنتش موجود، لان كنت في الاجتماع الفني، بس كلمني وقال لي حصل كذا 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 كذا. يعني في حاجه ان انت ممكن تروح تقول للناس ان الوقت خلص، وان انتوا يعني قدامكم مثلا ممكن 10 يقولوا دقايق خمس دقايق وتخرجوا او حاجه مثلا. ونطلع. ايوه يعني يعني ده ده من النوع استفزاز شويه قبل ماتش بكره يعني. اكيد 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 انت فاهمني ازاي يا كابتن، لكن هي حاجه يعني ان شاء الله حاجات بسيطه وتعدي، والحمد لله. يعني احنا موجود دلوقتي معانا السيد السفير موجود معانا في الفندق وقاعد معانا. جالكوا على طول بعد ما اشتكيتوا شويه. لان هو النهارده كان عنده برضه، هي القصه برضه ايه، ما بتبقاش على اساس السفير نفسه يا كابتن كريم، هي ممكن تبقى على الناس اللي موجوده معاه، لان بالظبط. الراجل بيبقى عنده مسؤوليات. النهارده كان بيقول لك العيد، في عيد في غانا كده، العيد الشعبي بتاع غانا، فكان كل السفراء بتاع كل الدول الافريقيه بتشارك في حاجه زي كده. فلكن انا بتكلم عن الناس الدبلوماسيين اللي هم، انت مش محتاج اكتر من واحد بالظبط، بس يبقى نقطه الوصل اعضاء مكان السفاره نفسه، مش اي لازم دوله. السفير، لكن اعضاء السفاره نفسهم. ايوه. طيب قولي، طمني عن الفرقة من الناحية الفنية، ويعني اللي سامعين التذاكر كلها اتباعت، وهيبقى في حضور جماهيري كبير من جماهير فريق كابوس كوربي، الاستاد عامل ازاي، الجو عندك كابتن حماد؟ لا هو الاستاد هايل بصراحة، استاد تحفة. الاستاد ده اللي اتلعب عليه نهائي افريقيا مصر وغانا. ايوه هو، ايوه هو. في نفس الوقت في اهتمام جامد جدا من جانب الجماهير هنا، يعني النهارده كان موجود، يعني النهارده أول مرة في اجتماع فني ألاقي رئيس النادي موجود في الاجتماع الفني. في نفس الوقت قال لك إن التذاكر كلها اتباعت، الجمهور هيبقى هيملى الاستاد، ده الكلام اللي اتقال في الاجتماع الفني، لكن الله أعلم بكرة الوضع هيبقى عامل إزاي، بس في اهتمام غير عادي هنا بالمباراة. طب انتوا الحالة المعنوية للاعبين ايه بكرة؟ وانا سامع كده ان نادي الزمالك يعني ميدو مكثف شوية في خط الوسط، وحاطط اكتر من لاعب، احمد توفيق، نور السيد، عمر جابر، مؤمن زكريا في نص الملعب بكرة. والله كابتن كل ده ما اتضحش، يعني ممكن يكون، يعني انت عارف ميدو بيقول المحاضرة بكرة بعد المباراة بالنسبة للتشكيل، لكن قبل المباراة مش بعد المباراة. قصدي بعد المباراة. بعد المباراة يبقى الدنيا انتهت يا نجم. لا بعد الغداء، المحاضره اللي بعد الغداء على طول بيقول فيها الاسماء وكده. انت عارف انه بيغلب عليه يعني الطابع الهجومي اكتر. انت هتلاقي فرقه بتلعب كوره كابتن، مش يعني حتى في مصر هنا ما عملوش زون ديفنس ولا حاجه، كانوا فرقه بتلعب جيم مفتوح، وهنا في انجولا اكيد هيلعبوا كده، وملعب كويس يشجعك على لعبه، وهو ده اللي بيقوله للعيبه ان الملعب هايل، ما يعني ما عندناش اي حاجه، هي بس الرطوبه عاليه شويه، بس ان شاء الله لعبتنا يعني معاك لعيبه خبره موجوده كتير الحمد لله، اسم الزمالك اسم كبير، ان شاء الله نتغلب على حاجه زي كده، لان هم قلقانين من الزمالك وقلقانين من اسم الزمالك، فان شاء الله نستغل النقطه دي كويس ان شاء الله. تحب تطمن جماهير الزمالك؟ يعني كل الناس قلقانه وبتكلمني النهارده وعايزين يعني يطمنوا على الفرقه، تحب تطمنهم بحاجه قبل الماتش بكره؟ لا انا عايز اقول لهم، انا عايز اقول لجمهور الزمالك ان لعيبتنا و بره القصص اللي بتحصل دي، لانها دي معلش مع احترامي برضه يا كابتن بالنسبه للي بيحصل في افريقيا ولا حاجه، يعني احنا بنتكلم فيه ده ولا حاجه، وفي لعيبتنا يعني مرت على الحاجات دي كتير جدا، يعني احنا في مره رحنا ما لقيناش اوتيل محجوز لنا، وقعدنا ندور على اوتيل مع الكابتن محمد طلال، فده اللي بيحصل ده يعني ولا حاجه يعني بالنسبه، بس ولاعيبتنا واقفه على كده، لكن احنا اللعيبه بتاعتنا مركزه كويس قوي، وان شاء الله باذن الله ركزين ان احنا نرجع صاعدين لدور ال 16 يا رب ان شاء الله. كابتن حماده بشكرك وسلامي لكل